Hello everybody, how are you? I hope you are fine. مرحبا بكم جميعا إلى الدرس الأول من المستوى الثامن الذي لطالما انتظره الكثير من الطلاب. الحقيقة أنه سيكون المستوى الثامن يعني level 8 متقدم، لذلك الطلاب المبتدئين قد يواجهوا صعوبة عندما يشاهدون مثل هذه الدروس. You can try، يمكنك أن تجرب أو تحاول. If it's easy، لو كانت سهلة عليك go ahead، واصل. لو وجدتها صعبة if you find it difficult for you، لو وجدتها صعبة عليك that means، ذلك يعني you need، أنت تحتاج to go back، أن تعود و study level 1, 2, 3. هذا المستوى الثامن هو استكمال للمستويات التي بدأت بشرحها منذ مدة وأنهيت level 1, level 2, level 3, 4, 5, 6, 7. أنهينا المستوى السابع والآن نحن في اليوم الأول لليفل 8. ستكون فيديوهات المستوى الثامن عبارة عن فيديوهات يعني حقيقة قوية، ويتوجد فيها أسلوب متقدم في المحادثة، في الفوكابولري، في الجرامر، في كل شيء. So let's get started، خلونا نبدأ مباشرة. و let me tell you something، خليني أقول لك شيء. ستجد فيديوهات المستوى الثامن لن تنزل بشكل يومي، ستجد مثلا يومين في الأسبوع تقريبا ستجد المستوى الثامن الحلقة رقم 1، المستوى الثامن الحلقة 2 مثلا بعد 3-4 أيام، لأني أعرف because I know أو I do know، أنا حقا أعرف فعليا أجزم أنه مثل هذه الدروس you need، أنت تحتاج to study them، أن تدرسهم again and again، مرة أخرى ومرة أخرى. طيب today's lesson، درس اليوم is about، هو عن how to speak، كيف تتحدث long sentences، جمل طويلة. What does that mean؟ ماذا يعني ذلك؟ That means، ذلك يعني إنه how come، كيف يعقل إنه you are in level 8، أنت في المستوى الثامن، و you are still، وأنت ما زلت you are still speaking، أنت ما زلت تتحدث short sentences، جمل قصيرة. يعني أنا I know، أعرف أنه many of my students أو many of my يعني watchers، مشاهديني، they can، يستطيعون أنهم يعملوا جمل قصيرة. يعني الأغلب يستطيع أن يقول I have، أنا عندي، I have a car، أنا عندي سيارة، أو I have a problem، أنا عندي مشكلة، I have brothers، أنا عندي إخوان، I can، أنا أستطيع، I can swim، أستطيع أن أسبح، I can drive، أستطيع أن أقود، I can speak، أستطيع أن أتحدث، I will، أنا سوف، go، I will play، I will study، سوف أدرس، I need، أنا أحتاج، I have to، أنا يجب، أو I must. أنا أعرف أنه many of my students، كثير من طلابي يعرفون هذه الجمل وغيرها، present simple، present continuous، past simple، past continuous، future، كل هذا أنا أعرف أنه الكثير يعرف كيف يستخدمها. But this is not the point، هذه مش هي النقطة. لا أريدك أن تتحدث أمام الآخرين وتبقى على نفس المستوى الذي أنت عليه، يعني أنك تستطيع أن تكون جمل قصيرة. ما أريدك أن تعمله يا سيدي أنك أنت تكون جمل طويلة، بمعنى أن تقول مثلا أنا طالب في مدرسة أو في جامعة أو في معهد كذا كذا، لكنني لا أحب هذه المدرسة والجامعة لأن معظم المدرسين ليسوا جيدين، لأنهم لا يستطيعون أن يشرحوا بشكل جيد، لذلك أفكر أن أنتقل إلى مدرسة أخرى، لكن والدي لا يتفقون معي لأنهم يعتقدون أن هذه المدرسة هي الأفضل، لذلك لا أعرف ماذا أعمل. تخيل عندما أنت تصل إلى هذه المرحلة، يعني proficiency، الاحترافية، يعني ماذا يعني أن تقول هذا الكلام؟ يعني أنك وصلت للمرحلة التي يحلم بها الكثيرين. A lot of students dream، الكثير من الطلاب يحلموا أن يصلوا إلى هذه المرحلة.
هذا الموضوع يحتاج منك عملية بسيطة. It's not that difficult. ليست بتلك الصعوبة التي أنت يعني تتوقعها. طيب قد يسأل سائل What do I have to do Mr. Murad? What do I have to do? هل تعرف أصلا ما معنى هذا السؤال؟ ماذا يجب علي أن أفعل يا أستاذ مراد حتى أصل لهذه المرحلة؟ يا سيدي إذا أردت أن تصل إلى هذه المرحلة أن تتحدث جمل طويلة دون الانقطاع فتربطها، أول نقطة أنت تحتاج أن تعرف أزمنة اللغة الإنجليزية أقل شيء 12 زمن: present simple, present continuous, past simple, past continuous, future, future continuous, present perfect, present perfect continuous. يعني الأزمنة الأساسية هذه أقل شيء 18 أزمنة، إذا تعرفها it's okay. بعد الثمانية الأزمنة لابد أن تكون متقن لأدوات ربط. الأدوات الربط اللي في اللغة الإنجليزية ما هي؟ أدوات الربط التي في اللغة الإنجليزية هي يوجد لدينا مثلا but ولكن، تمام؟ اتقنها: but, because, لأن, so, لذلك, when, عندما, who, الذي, that, أيضا الذي, which, الذي أو التي، وأيضا كذلك whose. يعني هذه الكلمات تربط بها جملك في اللغة الإنجليزية. فأنت تقول أنا أحب كذا لكنني لا أحب كذا لأن ذلك الشيء يؤثر علي، لذلك سوف أبحث عن شيء جديد، عندما أجد فرصة سوف أتحدث لأخي الذي يعمل في شركة الاتصالات التي تقدم لنا خدمات رائعة. يعني أنت تحتاج بما لا يدع مجال لشك حتى تصل إلى احتراف اللغة الإنجليزية إلى هذه النقطتين. النقطة الثالثة، لابد أن تعرف نوع الكلمة التي تدرسها. يعني هل تعرف أن الفرق ما بين polite مؤدب و politely بأدب و politeness الأدب؟ إن كنت لا تعرف هذا الشيء ابحث في اليوتيوب عن دروس اللي أنزلتها تسمى اشتقاق الكلمات. هل تعرف الفرق ما بين educate يتعلم و education التعليم و educator معلم و educational تعليمي و educationally بشكل تعليمي و educated متعلم و uneducated غير متعلم؟ هل تعرف هذه الأشياء؟ إن لم تعرفها فابحث. beauty الجمال، beautiful جميلة، beautifully على نحو جميل أو بشكل جميل. إذن كل ما تحتاجه في المستوى الثامن أنك تستطيع أن تتقن الثلاث النقاط التي حدثتك عنها. راجع الأزمنة قبل أن تدخل معي في المستوى الثامن، راجع أيضا كيف تربط الجمل، والنقطة الثالثة ابحث على اشتقاقات الكلمة، يعني كيف يعني دروس اشتقاق الكلمات. هذه الكلمات أو الدرس هذا موجود عندي في قناتي ابحث عنه أو على الثلاث المواضيع، راجعها حتى نستطيع أن نبدأ معا المستوى الثامن، وسنترجم المواضيع التي تحدثنا عليها وأعطيك تدريبات كيف تتحدث جمل طويلة. أتمنى أن يكون الفيديو فادكم، وإن شاء الله إلى المستوى الثامن الحلقة الثانية نبدأ مباشرة في التدريبات. ولكن كما أخبرتك as I told you كما أخبرتك راجع الدروس السابقة والمستويات السابقة واستفد منها و be ready كن جاهزا. Thank you very much. شكرا جزيلا لكم. Good luck. حظا موفقا و see you. أراكم في الحلقة الثانية من المستوى الثامن. مع سلامة الله.